قضيه الزياده في الاسعار. ما بقات الزياده في الاسعار، الزياده في الاسعار كنقولها الا كانت الحاله عاديه كانت تكون هناك مبرر وكتكون زياده وحده على مر السنين. حنا كنعرفوا التسيب في الاسعار، التسيب اللي كنعيشوه غادي يبقى دائما قائم، لان تفتحت الشهيه ديال اللوبيات وتفتحت الشهيه ديال التجار، لانهم لاحظوا بان ليست هناك مراقبه ميدانيه، ليست هناك لجان اقليميه، ليس هناك من يحاسبهم. كل من هب ودب يربط الزياده في الاسعار يربطها بالازمه الاوكرانيه، بالازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه، ويربطها بان المواد الخام من المنبع راه تزاد، رغم اننا كنعرفوا العكس، ان على المستوى العالمي استقرت الاسعار وتقدت، لكن احنا دائما غاديين على المسائل ديالنا كما كنا عبر السنين هذه. حنا كنشوفوا التسيب هذا راه كيخلق واحد النوع ديال الاحتقان، واحد الغضب شعبي كبير جدا، واللي كل مرجع ديالو كل الناس كلهم كيصبوا على الاتهام او يوجه للحكومه، لان الحكومه دارت حتى حاجه. كان بامكانها انها لسامير تشريها او تفوتها وتكرر البترول عندنا، على الاقل غادي ما بقاش نشرو البترول، ما بقاش يتباع بهذا الثمن اللي كيتباع به الان، رغم التخفيض المزيف المغلف اللي هو كاين الان. غادي يكون بالتكرير، كنكونوا الزيوت تكون رخيصه، ليسانس غيكون رخيص، الغاز غادي يكون رخيص، ما نفوتش 800 درهم 8 درهم ما نفوتهاش، 700 درهم ما نفوتهاش. لكن هاد الناس ما داروا حتى حاجه. دابا سمعنا مؤخرا بانهم بغاو يفوتوا لسامير، وغالبا غادي يكون اللوبيات ديالنا دوك نفس اللوبيات اللي تسبوا في الزياده في هاد الاسعار ديال المحروقات هما اللي غيشدوا لسامير، ولا يتغير اي شيء، بالعكس سوف يزيدون غنى على غنى. هذه مساله لسامير ما حلتهاش. ثانيه قلنا له هذه المقترحات اللي كنقول لك دابا في القناه ديالكم راه قلتها وعاودتها مرارا وتكرارا، ولكن لا حياه لمن تنادي، ليست هناك حكومه تعبر وكتعطي اعتبار وتعطي احترام الراي ديال الاطر ديال المجتمع المدني المغربي، بل بالعكس انهم كيسمعوا رؤوسهم وكيديروا الحلول على حسب مقاس ديال المصالح ديالهم، او لا المصالح ديال اللوبيات ديال التجار واصحاب المصانع اللي هما كاين معاهم في احزابهم وكيعضدوهم. حنا قلنا التحرير ولا بعد التعميم التفويت ديال لسامير، او لا الحل ديالها تشري الدوله للمدينين اللي هما المدينين لسامير، وهما كلهم ديال الدوله، فيهم الجمارك والابناك المغربيه. بامكان ان الدوله المغربيه تشري هاد الابناك وهادو يعطوهم هما يفوتوا اليوم هاد المسائل هادو، وتخدم لسامير في انتظار باش يردوا الديون، وديك الساعه يكون القرار. ولا جيتي في الحقيقه ان لسامير هو قرار شعبي خص يكون عليه الاستفتاء الشعبي، واش يتفوت او يتعمم. كذلك الحكومه درت واحد القضيه نادينا وطالبناها مرارا وتكرارا على اساس ان تسقف الاسعار. كتعرف كان حريه الاسعار المنافسه كيعطي الحق الحكومه فصل 4 كيعطي الحق الحكومه على اساس انها تسقف الاسعار وتوقف هذا التسيب هذا اللي كاين، حيت الاسعار يمكن للحكومه تسقفها في حالتين، ولو ان مجلس المنافسه يرفض ذلك بامكان الحكومه تحداه ودير اللي عليها في اطار القرار ديالها الخاص، لان استشاره مجلس المنافسه في قضيه الزياده في الاسعار في تسقيف الاسعار وفقط استئناس الى اقل ولا اكثر، بينما القرار الاخير يعود للحكومه. هنا السؤال يطرح علامه استفهام، علاش الحكومه سقفت الاسعار؟ رغم ان كنعرفوا هناك حالتين، الاولى ملي كيكون الغلاء الفاحش ديال الاسعار ضروري الحكومه خاصها تدخل، القانون كيعطي الحق تدخل، او لا يكون الانخفاض الفاحش ديال الاسعار اللي كيهدد الاستقرار الاقتصادي الحكومه كذلك كتدخل، ولكن شفنا ان الحكومه لم تتدخل البتة في هذا الموضوع هذا، رغم ان ذاك القرار ديال التسقيف راه ماشي هو حكر على الحكومه، هذا قرار ديال الشعب، غير هما وكل الحكومه انها تنزلوا على ارض الواقع، اما كيبقى قرار ديال الشعب، هذاك حق ديالنا، حق ديالنا حرماتنا الحكومه منه ما دارتوش نهائيا، بل تسعى اكثر من ذلك ان باش تقضي على صندوق المقاصه في هذا الاطار. ولا ثانيا تفعيل اللجان الاقليميه، ديك اللجان المختلطه ديال المراقبه الاقليميه خص تفعلها، ما تفعلاتش اصلا لحد الساعه، وحتى اللجان الاقليميه اللي كاينه الموارد البشريه ديالها ضعيفه، ماشي ضعيفه من حيث الكفاءه وان ضعيفه من حيث العدد. ما يمكنش مثلا نعطيك سبيل المثال، مثلا كتلقى مثلا ولايه اكادير، ولا جهه اسمها ولايه اكادير، كتلقى انه هناك واحد 8 أو 7 ديال المراقبين لعمله باكملها. كيف يعقل؟ غير العماله اكاديميه دوتان، كيف يعقل باش مليون تقريبا الساكنه
انه تقريبا من قربت لها ان سبعه ديال المراقبين وسته المراقبين يمكن يغطوها، رغم ان هناك المئات والمئات ديال ليزارتيكل ديال المواد وديال الخدمات المسائل اللي خاصها تراقبها، ما يمكنش لهم يديروها، هما كيديروا فقط كيسجلوا الحضور ديالهم، كيبداو مساكن كيتقاتلوا قدر المستطاع باش يمكن يغذيو الساحه بان هناك ان هناك مراقبه في الحقيقه، ليست هناك مراقبه اصلا. قد يطلع اسعار كذلك ديال اشهار الاسعار، هنا كيعطي واحد نوع التسيب للتجار، وقضيه اشهار الاسعار هذا من اختصاص كان اختصاص من المجالس المكاتب ديال الاقتصاديه ديال اقسام الاقتصاديه ديال الولايات والعمالات، دابا فيهم اختصاص من دوبيات وزاره التجاره، للان ما شفناش اي تحرك في هذا الاطار هذا يحاسب التجار هذو. سير سوق الاحد في اكادير كتلقى 80% 90% ديال الاسعار، ملي كتقولي علاش كيقول لك درت الاسعار يهربوا ليها الناس، الو كيبغيو يذبحوا في القدره الشرائيه ديال المواطن. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.